السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة عن شجرة البنبر أو شجرة المخاط، والتي تعرف كذلك بشجرة الجاو أو الهامبو، وأيضا تعرف بشجرة الغوز وسبستيان دق. وتنتشر زراعة هذه الشجرة في الهند ومصر والعراق وسوريا وبعض بلدان الخليج العربي. تزرع هذه الشجرة بواسطة البذور أو العقلة، وتتميز شجرة المخيط بثمارها الحلوة، وهي تشبه عناقيد العنب إلى حد كبير كما نرى في الفيديو، وأزهارها تعطي رائحة جميلة تنتشر حول الأشجار. ومعنا الشجرة اللي بنعرضها في الفيديو دلوقتي، بنلاقي في بعض الأزهار وفي بعض العناقيد باللون الأخضر، وهناك بعض العناقيد والثمار باللون الأبيض أيضا. فمن الصورة الجيدة نصور شجرة فيها ثلاث حالات لوجود الثمرة، وذلك نقول إن شهر مارس من كل عام تزهر الأشجار، وعند نضج الثمار يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض على الشجرة. تحتوي هذه الثمرة على مادة لزجة يستخدمها البعض في صيد الطيور، الطيور المهاجرة على وجه الخصوص، ودايما نشوف دي في مصر وبعض البلدان العربية طبعا. بيخلط معها العسل الأسود في مصر، يعني المادة اللزجة في الثمرة تستخرج وتخلط بالعسل الأسود أو الملاس اللي بيستخرج من قصب السكر في مصر، واللي عرضناه قبل كده في فيديو سابق كان بعنوان طريقة عمل المادة اللاصقة لصيد الطيور، والذي نال إعجاب الكثيرين. لذلك ننصح بأن تروه مرة أخرى إن شاء الله. لذلك بتسمى هذه الشجرة بصائدة الطيور، وإحنا قلنا السبب. وللثمرة فوائد أخرى، وهي تعتبر من الفواكه، فهي مشهورة في الطب الشعبي بفوائدها المتعددة، ومنها أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتنظم عملية الهضم، وأنها غنية بعنصر البوتاسيوم، وتساعد أيضا في علاج الربو ومقاومة وطاردة للديدان في الأمعاء، ويقلل من حساسية الصدر، ويقوي جهاز المناعة، ويمنع تساقط الشعر، وتستخدم أيضا لحماية جدار المعدة، ويمنع من تراكم الدهون في الجسم، ومقاوم لارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على الأسنان. وبذلك أكون قد قدمت لكم عرضا وافيا عن هذه الشجرة الطيبة، فأرجو أن أكون قد قدمت الجديد. ولا تنسوا أن تدعمونا لنستمر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.